هاي فكرة قالب الحلوى انطلقت من عند الرومان لما كانوا يزيدوا البيض والزبدة على الخبز ويستعملوا العسل ليحلوه. بالعصور القديمة كانوا الناس يستعملوا قوالب الحلوى كهدايا للإلهة والأرواح، والصينيين كانوا يحتفلوا بهارفست مون فيستيفال أو مهرجان الحصاد وبيقدموا قوالب حلوى على شكل قمر لتكريم الإلهة. هالعادة ما زالت مستمرة لليوم. عدد من الروسيين بيقدموا مجموعة من البانكيكس للإلهة ماسلينيتسا. أقدم قطعتين من قالب حلوى بيعودوا لسنة 1840 من عرس الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت، وأقدم قالب حلوى كامل بيعود لسنة 1898 مع تشقق كبير بسبب انفجار إنبلي خلال الحرب العالمية الثانية. قوالب الحلوى بتكون عادة دورة لأنها بترمز لدورة الحياة. مين قال إنه لهيك تستعمل للاحتفال بالأحداث المهمة؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.